السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات فاطمة. اليوم غنحضر معكم الكريمة الحامض، كتجي رائعة ومذاق رائع. كنتمنى منكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير. لأول مرة يزورني يشارك في القناة ويفعل الجرس، دائما يوصلكم الجديد. وخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله. مع المكونات عندنا واحد البيضة، واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة الجيدة، وعندنا قشور ديال واحد الحامضة ولغوم ديال الحامض، وعندنا العصير ديال الحامضة وحدة، وعندنا واحد المعلقة ديال مايزينا نشا، عندنا 125 غرام ديال السكر سنيدة. بسم الله. مع الطريقة دابا شعلت على الكسرونة، شعلت عليها النار، غادي نكب الحامض وسنيده مع التحرق حتى يصبحوا سيرو، مع التحرك حتى يصبحوا سيرو. ها سنيده، وكما قلت لكم القشور ديال الحامض اختياريين، المهم بغيتو ديروهم بغيتو تكتفيو غير بالنكهه ديال الحامض. دابا غادي نحرك حتى يصبحوا سيرو، وندير القشور ديال الحامض، والبيضه راه طربتها في واحد السلافه، وغادي نحطو غير يصبح سيرو، غادي نحطو حتى يقرب يبرد شويه، وعاد نكبو هذيك البيضه مع التحراك المستمر باش ما تطيبش لينا ديك البيضه. والا كاع جاب الله تعطلتو عليها ما حركتوها واسمو، غادي تصفيوها في شي صفايه، غتصفيوها ودوزوها من الصفايه باش دوك الجلوده ديال البيض تحيدو تتولي سائله، وديك الساعه تردوها فوق البوطه وديروا النشا. المهم دابا مع التحرك حتى كيصبحوا سيرو، حتى كتذوب ضروري كتعودوا تحركوا وتنقصوا على البوطه باش ما تشوط الكسرونه من الجناب. غنقص مع التحراك، وغادي نضيف القشور ديال الحامض حتى هما باش نكه بهم. اللي بغى اللي ما بغاش يكتفي غير بسمو ديال النكهه ديال الحامض. المهم هو بدا كيولي سيرو، سنيده دابت. دابا غادي ندير قشور ديال الحامض، ندير غير شويه باش نكهو. وغادي نحيدو من فوق النار. المهم دابا بارد شويه، غير شويه باش ما يغلبنا، والبيضه طربناها. دابا غادي نكب البيضه بسرعه، ها سرعه بزاف، سرعه فائقه كيبجل باش ديك البيضه ما تطيب. المهم كما كتشوفوا رديتها فوق العافيه. دابا غادي ندير ديك النشا مع التحراك، بعد الخطرات انا كندوزها في الصفايه، الا تكورات معايا كندوزها في الصفايه. المهم كنحرك هكا حتى كتعقد،
كتبجد. إذا جاب الله تكورات لكم كتهز الصفايه ديال السلك وكتصفيوها في شي كسرونه اخرى. المهم هكا حرك مستمر. بانوا لي شي اسمو، دابا غادي نصفيها ونرجع معكم. بانوا لي شويه، انا ما كنبغيش ولا غير شويه تكون في. صفيتها كما قلت لكم بالصفايه الحديد، دابا غادي نكبها باش نحركها حتى تعقد. صفيتها باش دوك اسمو ديال داك بيض البيض اللي كيبقى ديال البيضه، و منشا كتكون مكوره باش تتفادى كاع هاد المشاكل وتكون الكريمه تكون زوينه. كتصفيها وتعاود ترديها فوق النار مع التحراك المستمر حتى كتعقد، وديك الساعه كديروا الزبده. صفيتو وعاود رديتو مع التحراك المستمر حتى كيعقد، وديك الساعه كنلوح ديك الزبده، ديك المعلقه ديال الزبده. ها هو بدا كيعقد، دابا صافي غادي نزيد الزبده. ها هو بدا كيعقد، الكريمه جات فنه. غير كما قلت لكم البنات تبعوا هاد المراحل ان شاء الله باش تنجح معكم. صافي غادي نضفي عليه، دابا غادي نلوح ديك الزبده، ديك المعلقه ديال الزبده، وغادي نحرك باش تذوب فيها الزبده. هيا كتجي زوينه. دابا ضفيت على الكريمه وغنحرك حتى كتذوب الزبده، وكنحطها حتى كتبعد وندير لها غوم ديال الحامض. بالنسبه لهذه الطريقه الا جاتكم صعيبه، كاينه طريقه اخرى كتهزو كتخلطو كلشي في الكاسرونه وكتصفيو وعاود كتردوها في الكاسرونه وكتطلعوها مع التحرك حتى كيعقد وكديروا الزبده ونفس النتيجه. المهم الكريمه ديالنا ها هي كتجي على هذا الشكل، راه بردت. دابا غندير ليها شويه ديال لاغوم ديال الحامض، غير شويه شويه. ها هي صافي شويه. المهم غادي نحرك باش غير تعطيها اللون وتعطيها المذاق. كتجي هذه الكريمه في الصابلي روعه في المذاق ولا في الشكل، كتعطيها داك اللون الصابلي. المهم دابا غنخلطها مزيان ونديرها في اناء التقديم. بسم الله. المهم غادي نكبوا الكريمه وغادي تشوفوا كي كتجي. هي كتجي عقده وزوينه. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها ديال الكريمه، كتجي على هذا الشكل كتجي زوينه. وبالنسبه للنصائح اللي نقدر نقول لكم، الا جاب الله كثرتوا مايزينا وجاتكم عقده بزاف، كتزيدوا كديروا غير شويه الماء حتى كيغلى وعاود كديروا ليها وكتحركوا مزيان مزيان حتى كيندمج الماء مع الكريمه، وكتطلعوها ثاني حتى غير كتغلى واحد الغليه صافي كتحطوا كتجي زوينه. وما ديروش الحامض لانها هي حامضه، وكتزيدوا في الحامض وبداك الماء غادي تجي في قياس، غتجي زوينه غتجي رائعه لان مايزينا كاينين معالق. المهم بالنسبه للقدر معلقه صغيره صافي. اما بالنسبه لهذا المقطع ديال الصابلي، بغيت نبين لكم الطريقه كيفاش كنزين بالكريمه الحامض الصابلي.
وكنستعملوها في عدة استعمالات بحال لي طارت، كنستعملوها بزاف والانواع ديال الصابلي. المهم هذه الطريقه بغيت نقول لكم، هذه طريقه سهله وكيجي الصابلي بهذه الكريمه روعه، يجي في المذاق رائع. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريمه الحامض، كتجي رائعه. كنتمنى تنال اعجابكم وتستافدوا معايا، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.